حياكم الله مشاهدينا، اهلا ومرحبا فيكم. موضوع جدا جميل وممتع ومميز للامانه، الالعاب والدوم، انه فينا ما يحب هذه الالعاب والدوم، خصوصا الشباب والبنات. لكن موضوع تقريرنا لهذا المساء ان شاء الله فيه لمسات فنيه جميله من خلال تصميم وصناعه الدمى باشكال الاشخاص. شفت الاشخاص الموجودين معنا بالاستديو؟ صراحه مشاهديني نفس ما قال راشد، يعني اشكال واشخاص وحسب ما تحبون. يعني المصممه كانت مبدعه في هذا الشيء، راح اراويكم مفاجاه بعد ما تشوف هذا التقرير اللي راشد مثير. ما ناطر تشوفون الشخصيه تطلع معنا وتشوفون الناس مثل ما قال، انه ما بيحرك صراحة المفاجأة، بس وايد وايد. لا أنا أقول لكم شنو موجود معنا، معنا يعني الدمية القاتلة في هذا المساء إن شاء الله راح نشوفها بعد ما نتابع هذا التقرير الخاص بالمميزة والفنانة المتألقة والمبدعة حول هذا الموضوع، موضوع الدمى، عنود الخلفان. خلينا نتابع هذا التقرير ونرجع لكم. أراويكم شلون أسوي طريقة الألعاب بشكل عام. في كذا خطوة أسويها بالبداية. أول شيء طبعاً أخذ مثل أشتغل على النوت بشكل عام، اللي هو أرسم مثل البادي والرأس، وطبعاً كلهم بشكل عام إنه نفس السايز مثل ما هو موجود هنا. بعدين أحطه على ماكينة الخياطة وخيطه ويطلب هالشكل. أوكي، فأقوم ما أخلص الشكل وهذا أشوف على مثلا الناس اللي يطلبون مني، أو مثل أي شخصية يعني يطلبون مني بشكل معين يدزوا لي صورة واضحة. أوكي، فإن تكون أهم شيء يكون الفيس شوية تقريبا مبين، ولطريقة اللبس للستايل، عشان لما أسوي اللعبة راح يبين شكل الشخص هو لعبته. يعني أنا طريقتي أسوي ميني اللعبة للشخص نفسه. طبعا الحين مثل ما قاعد تشوفون الراس، ناخذ رسم سرقيني، ناخذ ان مثل نرسم العين، الخشم، وتقريبا الالعاب كلها نفس طريقه الرسم، بس طريقه الستايل شلون طريقه مثل الشعر او ان اللبس هني يوضح شكل الشخص اللي قاعد يسوي لعبته. فبشكل عام نرسم يعني ناخذ شيء بشكل سريع، بعدين قمج عليها طبعا بالالوان هذه عشان تاخذ يعني كتحديد، وطبعا الابيض. اوكي، ناخذ بس كذي يكون، ننطره طبعا تقريبا ياخذ دقيقتين من دقيقتين لثلاث دقائق على ما ينشف، وارد اكمله لما يخلص الفيس كله، اخليه لما يعني على ما ينشف، واخيطه على الجسم مره ثانيه. وطبعا نفس الطريقه حقي، طريقه اللبس اسوي كخام معين، وعلى حسب الالوان، على حسب طريقه الستايل، حتى نفس الشيء حق الشعر. عودة لكم مشاهدينا بعد ما كنا احنا على الشاشة، وصراحة انا شفت يعني شو اقول، هذا انا غادة الجديدة، غادة مسائي. امسيكم بالخير مشاهدينا، ولقاء جديد من مسائي كل اسبوع في نيو ستايل ولايف ستايل بشكل جديد وشعر جديد. يا راشد مساء الخير غادة، وحياك الله معانا، وحياكم الله مشاهدينا، اهلا مرحبا فيكم. انا اليوم معاكم صدق النفس نسفه مو مضبوطه شوي. لا خلي عليه شوي، خلني انا، مو مشكله. راشد الصغير هنا، احنا قلنا قبل شيء فعلا اذا فعلا في شبه، وانا اشوف والله الزلف ماشي يعني الحال شوي هنا، والسبعه شوي مضبوطه. لكن مساء عليكم بالخير، توقعوا يعني طول الاسبوع الجاي ان شاء الله راح تقدم لكم هالدميه، هي مسائي راح هذا الشكل راح يكون الصوت اللي موجود معنا شوي القتره، فيعطيها العافيه يعني ما قصرت على تصميم هذا الدمى. لكن فعلا مشاهدينا في شبه، شابهني ولا لا؟ احنا قلنا في الدميه القاتله راح تشوفونها معنا، انتم اختاروا عاد، يا هذا الدميه القاتله يا الثاني هو الدميه القاتله. صراحه عنود انا اشكرك جدا، فاجاتيني فيها امانه مشاهدينا، ما كنت ادري ان راح تكون هذه الدميه لنا، فحبيت صراحه ان شكلها وشعرها، كل اللي عندنا قالوا شعرها نفس لون شعري. مشكور، يعطيك العافيه، وفن حلو منك. حلو الدميه الجايه عنود،
شوفي انا اولا ما عندي هذا الشيء، ما خليه هني، انا عندي ديرتي شوي هني اللحيه ماشي، هذا واحد. اثنين الدشداشه، لحظه خليني اوصل. الدشداشه تكون مخفي هني، الازرار تكون مخفيه. المخفى اوكي ماشي الحال. العقال شوي يعني نضبط السبعه معاه. عموما احنا مستمرين معاكم ومشكوره وما قصرتي وان شاء الله نكمل معاكم المشوار ومع السلامه. بعد الفاصل بالفعل اني بعد الفاصل هذه نايمه ما تتحرك. لا تتحرك، بس انت ما اعطيتها فرصه، انت ماسكه مسحب شعرها بس. اي بعد الشهر عشان لا يطلع عندنا مخرج دائما يقول لمي شعرك يا غاده، لمي شعرك يا غاده. فسهل ان شاء الله اليوم يكون شعرها مضبوط يعني، ويها ما يكون يلمع من الميك اب. عنود كل الشكر لك لهذه الهدايا البسيطه شاركتينا فيها في مسائي. كل الشكر لمن تابعنا ايضا في هذه الفقره ولزملائنا اللي راحوا صوروا هذا التقرير. نكمل معاكم مسائي وفقرات جديده في الطريق، لكن بعد هذا الفاصل تودعكم.